السلام عليكم خوتي خوتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اموركم هانين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، فيديو ان شاء الله اللي غادي نعتنيو به اليوم شويه بالبشره ديالنا، ندير واحد الماسك ايفيكاس غزال واعر. خليكم معايا ما نطولش معكم، ندوز ديريكتومون المقادير اللي هما ساهلين ماهلين، يعني موجودين في كل دار، ونبداو الوصفه ديال الوجه ديالنا اللي غادي نشارك معكم هذا النهار. كما كتشوفوا يعني سهله مهله، مقادير بسيط بزاف بزاف. كناخذ ليمونه تنقيها كما يعني البرتقال باللغه باش كلشي يفهمها. كناخذ ليمونه منقيه هكايا كنقيها، وكنحتفظ بالجلفه ديالها، ومن الاحسن من الاحسن تخلي واحد الليمونه حتى طيب مزيان، ماشي تخسر، حيد واحد الليمونه وخبيوها يعني باش غديروا هذه الوصفه. من الاحسن انها تكون هكا، كيكون فيها الماء بزاف في الداخل، والقشره ديالها تتكون رطبه، فهمتي؟ كنحتاجوا ليمونه وحده، كنحتاجوا القشره ديالها واللب ديالها الدخلاني، كنحتاج شويه ديال الماء، كنحتاج الزيت نتاع الجليسيرين، وكنحتاج لا مايزينا. هادو هما المقادير اللي كنحتاج، وغادي ندوز معكم يعني ديريكتومون للطريقه ديال التحضير. اول حاجه كنشعل الغاز ديالنا كما كتشوفوا، كنحطوها هكا، منقوش بزاف العافيه باش ما تجيش على الجناب. كنضيف ليها هاد نص كاس ديال الماء، وفي هاد نص كاس ديال الماء كنحط الليمون ديالنا كيطيب، يعني كتشوفوا خليت ليها حتى هاد ما كتشوفش فيها مزيان، هانت خليت ليها حتى هاد التالي ديال الليمون حتى هو مزيان، يعني ما عندنا علاش غادي نلوحو، غادي نحتفظو به. كنحطو كما كتشوفوا هاد الليمون كامل بالجلفه ديالو بكلشي هاد الكاسرونه ديال الماء اللي ردينا الماء فيها، وكنخليوه يعني كتخليو هاد الليمون هاد الليمونه هادي اللي كتنقيوها من بعد ما كتنقيوها، ضروري خصكم تنقيوها باش يعني دغيا كطيب الجلده. يلا باش نشوفكم وتشوفوني او ميم طون، باش نشوفكم نتوما اللي غادي تشوفوني، يعني كنحيدوا ليها الجلفه باش كطيب ديك الجلفه دغيا. يعني لو كنخليوها، سمحوا لي، لو كنخليوها يعني في هكاك مجموعه ما غاديش طيب دغيا، وحنا خصنا باش داك القشره اول حاجه طيب مزيان، وحتى داك الليمون يطيب. غادي نتسناو عليها حتى طيب، وغادي ندوز وغادي نكمل معكم وصفه سهله مهله، ولكن وصفه واعره، وصفه غزاله. جربوها البنات وما غاديش تندموا والله، الا وصفه يعني بالفيتامين سي اللي كنكونوا محتاجين له في الوجه ديالنا وفي لابو ديالنا غزاله. خليكم معايا متشوفين. ودابا غادي ندوزو من بعد ما طاب هاد التشين كما كتشوفوا، ها هو نوريه لكم، يعني كيطيب. كنحتفظوا بداك شويه د الماء اللي فيه كما كتشوفوا. غادي ندوزو غادي نخويوه هنا بشويه باش ما يطيرش عليكم سخون، يعني من بعد ما كنديرو في هذا الكاس نتاع مولينكس. انا كنفضل نطحنو في هذا، وديجا وجدت طاسه فاش كنديرو، يعني غادي نطحنو وغادي ندوز معكم للتتمه. من بعد ما كيتطحن كناخذو صفايه هكا كنصفيو، كناخذو غير داك العصير ديالو كنبقاو هكا، يعني كنصفيو حتى كنكملو، ناخذو قلت لكم غير العصير ديالو كما كتشوفوا، يعني باش كديريه بحال سيان كريم. هذه كتقدري ديريها في واحد العلبه وكتخبعيها في الثلاجه، يعني تقدري تستعمليه اسبوع كامل يوميا. هذا منه قناع، ومنه يعني بحال ان كريم اللي غديريها يوميا وما غاديش تخافي منها، يعني ما عندها حتى شي ديزيفي سيكوندير. صافي دير فيها فيتامين سي، وكلنا عارفين الفيتامين سي يعني المنافع ديالو للوجه وكلشي. ها نتوما كما كتشوفوا تتبقى عندنا غير ديك القشره، ديك الجلفات اللي ما كيبغيوش يعني يدوزو لنا من هاد لاباسوار هادي،
صافي كناخذوا هذا، يعني هذه العصاره هذه كامله اللي هي مزيانه كناخذوها كنضيف عليها تقريبا. انا غادي ناخذ هنا غادي نقول لكم تقريبا نص معلقه صغيره ديال الزيت نتاع الجليسيرين كما كتشوفوا، وغادي ناخذ كذلك معلقه صغيره ديال النشا. النشا ما غاديش ناخذ بزاف، وغادي نحرك هاد لا كريم هادي، يعني هادي سين كريم، اون كريم اللي غادي ديروها قلت لكم في الثلاجه وغادي تبقاو تستعملوها تقريبا كل ليله يوميا، يعني العيالات اللي في الدار تقدري ديريها وتقدي شغالاتك هكايا، يعني ما عندهاش يعني وقت محدد نقول لك ديريها ساعه اولا ساعتين اولا، لا فوق ما بغيتي تقدري تقيلي بها حتى النهار كامل اللي غادي تقدر تسوفورتي تنعس بها تنعس بها، غير هي ان داك شويه كاين دوك الفراتت ديالها اللي غادي يبقاو يطيحوا، سينو تقدري تنعسي بها. انا لا انا تنديرها يعني تقريبا ساعه هاد المكانه في الوجه ديالي يوميا، سالت لي وجيت غادي نعاودها قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. انا كنديرها في هاد البواطه هذا هادي كما كتشوفوا، دائما كتكون معقمه ومحطوطه، مختصه غير بهذا الشيء ديال لي ماسك ديالي اللي كنخليه في الثلاجات هادشي اللي كان. ودابا غادي ندوز معكم التطبيق ديال هاد الوصفه على الوجه ديالي. ودابا جينا غادي نطبقوا هاد الوصفه على الوجه ديالي وغادي تشوفوا، يعني الوجه ديالي من بعد ما درت واحد التقشير عميق مزيان ودرت البخار للوجه ديالي، يعني عاد غادي ندير هاد الوصفه هادي كما كتشوفوا. هادي كدار على وجه نقي وما فيه حتى حاجه كما كتشوفوا، انا غادي نوريكم يعني باش تشوفوا ان الوجه ديالي ما دايره فيه حتى حاجه، وجهي ما فيه والو من غير انني درت ليه التقشير كما قلت لكم ودرت ليه البخار. كتاخذوا هذه الوصفه البنات كتطبقوها على الوجه ديالكم، اقسم بالله العلي العظيم الا غادي تلاحظوا واحد اللمعه كتولي لكم في الوجه ديالكم، واحد يعني كيولي فخاش الوجه ديالكم كيولي غزال، يعني فيتامين سي الكل كيعرفوا البنات اللي عندها فيتامين او فيتامين او باردون تزيدها في الوصفه، راه حتى فيتامين او غزال غزال. انا ما بقاليش يعني اكتفيت بسميتو اكتفيت بزيت الجليسيرين حتى هو مرطب وغني للبشره، وانا عندي فيتامين دي فيتامين او عفوا مي كنديرو في وصفات اخرين مخلط عندي فيهم، يعني ما بقاليش هكا دي كابسيول كما قلت لكم. سمحوا لي تقطع ليا هذا صحاب لي كيفيلمي ساعه ما كيسجلش. قلت لكم اللي كابسول ديال فيتامين او ما بقاوليش وعوضت بالجليسيرين ما كاين حتى مشكل، يعني هذا عادي. هاد المهم دابا غادي نخليها واحد المده ديال انا غادي نخليها واحد ربع ساعه وغادي نرجع لكم باش غادي تشوفوا النتيجه النهائيه. وصفه غزاله فيها بزاف د المنافع للوجه بالخصوص الخطوط الرقيقه اللي تتكون تاع التجاعيد والبشره اللي تتكون عيانه وكل شيء، يعني هاد البشره هاد البشره هاد الوصفه غزاله. جربوها وردوا عليا الخبر وتنقول لكم تسنوني اني جايه. ودابا هذه هي النتيجه النهائيه كما كتشوفوا ديال الماسك ديالنا، كما قلت لكم هو ماسك وكريم وميم طون، يعني تقدروا ديروه بحال ماسك وتخليوه وتقدروا تدهنوا به الوجه ديالكم يعني النهار كامل وتخليوه على وجهكم. كنتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وما تنساوش جيم وكومونتير، وشكرا لكم.